واستمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المجال الطبي بمحافظات الصعيد، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة طبية للعيون في محافظة بني سويف. قافلة بدأت من فحوصات دقيقة للعيون وصولا لتوفير نظارات طبية وتحويل الحالات لإجراء تدخلات جراحية حال الحاجة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ضمن أنشطة مشروع نحو صحة عيون أفضل للمصريين، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة لصحة العيون بقرية بني ماضي التابعة لمركز بيبا بمحافظة بني سويف. من 3 أيام بس احنا موجودين داخل كرة حياة كريمة محافظة بني سويف مركز بيبا، فحصنا حوالي 300 فرد. كان من نتائج الفحص ان عملنا حوالي تصحيح إبصار بالنظارات لعدد حوالي 70 فرد. هدف برنامج العيون هو تقليل مسببات العمى اللي هو ممكن تتفاداها للمواطنين الفقراء و الأكثر عذر الخطر. الهيئة بتقدم لهم العيادة متنقلة كاملة، بيكون فيها الكشف وبيكون فيها علاج وبيكون فيها النظارات. على مدار 3 أيام تستمر القافلة بالتعاون مع مديرية الصحة في استكمال العمل واستهداف القرى الأكثر احتياجا، ليتم الفحص على أكثر من 320 مستفيد وإجراء العلاج على أكثر من 140 وعمل نظارات طبية لما يقرب من 147 مستفيد. جيت هنا لقيت الناس قالوا عايزين 6 طن بطايا، رحت اعطيهم الصور البطايا ودخلت عند الدكتوره. ناس محترمه بصراحه والناس كويسه جدا بصراحه. اطمنت له لان الدكاتره الدكتوره جوا صراحه طمنتني ان هو علاج صح، ولما لقيت اجهزه صراحه متطوره وحلوه وزي ما بشوفها في المستشفيات اطمنت ليهم. الاول كنت بروح اشتغل في اي مكان كانوا بيطلعوني عشان نظري كان ضعيف، لما عملت النظارة الحمد لله تبع الهيئة الإنجيلية والتحالف الوطني الحمد لله بقت رؤية سليمة. هذه القافلة التي جاءت لتعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومراعاتهم فضلا عن توفير لهم خدمة علاجية متكاملة بالمجان.